هذه ندوة علمية كنظنها خبراء حزب العدالة والتنمية باش يقاربوا المشكل ديال المحروقات من عدة جوانب، ليس فقط شق حكومي وليس فقط شق مؤسسة دستورية، هذا فيه كذلك شق نيابي برلماني، خصوصا المهمة الاستطلاعية اللي دارت عمل جيد ودارت تقرير تركيبي كان ممتاز واللي كشف مجموعة من الأمور الأساسية، نقدر نكون هو اللي كان الدافع الأساسي اللي بعت هذا النقاش العمومي واحتدم كان بتقرير المهمة الاستطلاعية. فنحن من جانبنا هنا في هذا الندوة سنشارك بعرض حول المهمة الاستطلاعية، المخرجات ديالها، الأمور كيفاش كنشوفوا عليها، تركيبة الأسعار، الإشكاليات الحقيقية اللي كشفنا عليها في المهمة الاستطلاعية، وطبيعة الحال غنحاولوا نعطيو مجموعة من التوصيات والمقترحات اللي من جانبنا كتبنا أنها أساسية باش بالفعل يرجع هذا الملف هذا اللي هو حساس، ملف يرتبط أساسا بالأمن الطاقي ديال بلادنا، ملف يرتبط بتنافسية المقاولات الوطنية، ملف كيرتبط بالقدرة الشرائية ديال المواطنين بصفة عامة بالاستقرار السياسي. فغنحاولوا نعطيو فيه توجيهات توصيات لعل وعسى تكون بادرة خير على هاد البلاد ديالنا. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.